دمي للكويت. إنهم أبناء الجيش الكويتي من مختلف الرتب يتبرعون بدمهم ضمن حملة وطنية انطلقت اليوم بمغر التوجيه المعنوي التابع للجيش في مشهد يعبر عن المسؤولية المجتمعية لأبنائها والتي تحرص عليها وزارة الدفاع. الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تعزيز مخزون الدم الاستراتيجي لدى بنك الدم وبالأخص الفصائل النادرة للمرضى المحتاجين. تأتي هذه الحملة تحت إطار تعزيز دور منتسبين الجيش الكويتي باتجاه المجتمع تماشيا مع الدور الإنساني باتجاه المرضى. الحملة بدأت اليوم وراح تستمر لغاية يوم الخميس 27 يناير من الساعة 8 صباحا لغاية 1 ظهرا، نستقبل فيها المتبرعين. الحملة جاءت بالتعاون مع بنك الدم والذي كان متواجدا في مغر التوجيه المعنوي بطاقم متكامل ومتعاون مع الخدمات الطبية للجيش. بنك الدم مستعد لاستقبال أي جهة حكومية أو خاصة للحملات التبرع بالدم، وهذا لزيادة مخزون الدم في بنك الدم. ووزارة الدفاع نسقت معنا مدة أسبوع، مدة الحملة تقريبا يوميا 5 إلى 6 ساعات، وهذا يساعد في زيادة مخزون الدم خصوصا الفصائل النادرة. وتستمر حملة دمي للكويت على مدار 5 أيام لتغطية أي نقص في المخزون الاستراتيجي لبنك الدم ضمن جدول زمني محدد وعملية تنظيمية مميزة يقوم بها أبناء القوات المسلحة وتشمل مختلف الرتب وجميع القطاعات. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.